بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. أصبحنا وأصبح الملك لله. حين الساعة 5:37 الصبح. أوكي، أولا أحب أن أشكر متابعيني أنهم وصلوني 1000 متابع. وإن شاء الله الأيام القادمة راح ننزل أحاديث أو بنقول قصص، زين، قصص واقعية طبعا، نفس اليوم القصة. اليوم عنوان قصتنا عبارة عن 1000 دينار بحريني. زين، ليش عنوان قصة 1000 دينار بحريني؟ هذا قصة صارت وياي ويا شخص، وعلى فكرة أنا ما بذكر أسماء ولا بجيب أسماء حق اللي في القصة، عن السمعة، عن يعني ما يعرف، ما حد يعرف هذا من هو ومن هو، بس احب ان اقرا تعليقاتكم. زين، واتمنى ان الكل يسمع القصه من بدايتها الى نهايتها. المهم، بدايه القصه هي او بدايه الاحداث القصه، تعرف علي شخص. هذا الشخص كان له فريلانسر اي تي. وش يعني فريلانسر؟ فريلانسر له يعني عمل حر. اوكي، اي تي اللي هو يعني وش، مبرمج، نفس احنا شركتنا، نفس تخصص شركتنا، بس هو متخصص لشغله واحده. احنا شركتنا متخصصه لازال من شغله، برمجة ألعاب، تصميم جرافيك حق اللعبة، وبرمجة برامج للكمبيوتر للتليفون نسوي. انزين، فهو جاء وقال، اتصل لي وقال لي انه يعني لو حاب ندخل شراكة ويا بعض وكذي. قلت له انا ما عندي مانع ندخل شراكه وكذيها، بس اللي هو اوراق انا ما بسوي وياك اوراق، انت وضميرك. ليش انا قلت اوراق ما امضي؟ انا بجيب لكم الزبده، حتى اذا هو كان يسمع هذا الفيديو، زين، اذا شو يتابعني يسمعه يدري سبب ان انا رفضت اللي هو الورقة. بداية رفضت الورقة، ليش رفضت الورقة؟ حتى ام بأشوف هل هو مخلص او لا، بالمعنى مخلص او لا، بالمعنى وشو، هل هو يعني امين او يحب البيزات، هي صادق ويا نفسه او لا. المهم، قعدت وياه يمكن تقريبا 6 أشهر أو 7 أشهر ما سويت وياه ورقة. اوكي، بس اللي سويت انا، عندي انا كان عندي جهاز بوينت اوف سيل. اوكي، جهاز بوينت اوف سيل لما يعرفه الحين بشرح عليكم وش هو هذا البوينت اوف سيل. البوينت اوف سيل عبارة عن جهاز كمبيوتر في تاتش سكرين، نفس اللي هو اذا تروح لأي برادة وتشتري من عندهم ويعطيك رصيد من طابعة. هذا البوينت اوف سيل، هذا الجهاز هو بوينت اوف سيل اللي يطبع لك اللي هو
الرصيد هذيك طاوية اللي تطلع منها الورقة طاوية، بس الجهاز اللي يقعد يطقطق عليه هذا يسمونه بوينت اوف سيل، اسم الجهاز بي او اس بانك اللي هو بوينت اوف سيل بانك، حافظ المبالغ. انزين عندي انا جهاز بوينت اوف سيل، هذا الجهاز بس قاعد انا ابرمج برنامج، كنت يعني ابرمج برنامج حتى اجرب برنامج على الجهاز. طبعا سويت عدة برامج زين، والبرامج طبعا برامج اللي سويتهم اول برنامج كان فاشل، ما اقول لكم يعني انه بروفيشنال وهذا لا، لان كنت بروحي طبعا زين فاشل. فبعدين لما يعني جو وياي كذا شخص اشتغل وياي على برنامج، قدرنا نسوي برنامج شوي احترافي، وقامت قدرت ابيع من البرنامج الاحترافي، قدرت ابيع من البرنامج الاحترافي. انزين الحين هذا السباي لما اعطيته انا البونت اوف سيل وقلت له قيمته تقريبا، وما اتذكر انا قلت له 400 دينار 500 دينار، ما اذكر صراحه في هالشيء، كنت بخيبه يعني صراحه. المهم بس ما اعطاني بيزاته، قال لي هو ايش جاي لي، قال لي انه هو حصل شراي ويبي يشتري الجهاز وبسرعه، الرجال مستعجل بيزاته جاهزه ومستعجل. قلت اوكي عجل. زين اعطيته الجهاز وقلت له انتظرت، انا فكرت يومين ثلاثه بيجيب لي البيزات، والله لا طافت، كملت السنه ما سلمت لا بيزاته ولا بيزات للشيء الثانيه. زين عندنا اللي هو خدمه يسمونها في خدمه SMS اللي هو رسائل القصيره، رسائل التليفون اللي توصلكم على تليفوناتكم، تيت ما شفت رسالة جاية انك من فرضا من بتلكو، من رقم وهمي، من ما ادري ويش، من جمعية، هذه يسمونها SMS رسائل قصيرة. المهم هو الظاهر اتفق ويا شركة انه بيشتري خدمة، يعني هو هذا على حسب كلام الاقوى يعني صراحة. قال جدي وقال لي بنفتح لنا خدمة SMS قيمتها 1000 دينار. زين 1000 دينار ويمبيني انا ادفع 1000 دينار، ادفعها كامل. حبيبي ليش ادفع لنا 1000 دينار، ليش مو انت تدفع 1000 دينار وتفتحها بروحك، لا حتى نصير شراكة ونطلع بيزات كذي. قال لي انه يعني ما يقدر بروحه، قلت له اوكي انا عجب ادفع مبلغ وانت تدفع البقايا. قال لي اوكي، هي الاتفاقية المفروض ندفع النص بالنص. زين بس تخيل ان دفعت انا 700 دينار وهو ما ادري كم صراحة دفع. زين ما ادري بصراحة كم هو دفع، وعن حسب انفتحت اللي هي الخدمة SMS يقول لي انه روان حتى الموقع، بس ما اعطاني كنترول بين الكامل على الموقع كامل، يعني انا مدير في الموقع كامل، الموقع كامل اللي هو قصيد وهو اسمه رابط الشركة، رابط خدمة SMS مع الشركة ما اعطاني. زين بس بيني وبينه ورقة في هالشغلة، ليش؟ لان هذا مبلغ كبير بدفعنه، دافع مبلغ كبير مو مبلغ صغير 500 دينار 400 دينار، لا هذا بالنسبة لي كبير أنا. زين فلما سويت الورقة بيني وبينه خصوص خدمة SMS وكل شيء، أول مرة يقول لي ما وصلت الرسالة، بس أنا اتصلت لهم وما ادري، وبعدين صارت اوكي وصلت الرساله وكل شيء، يعني قام
يطمني بخير ان خدمة الاس ام اس وش حلاوتها ان هي شغالة الحين. وقال لي انه راح بعد باع على فلان وعلان فلتان، قال لي كذيها وحصل بيزات حطاهم في كيسة. زين تعال اخوي الحين يقول انه باع واشتغلت وفعلها وكذي وراح يتهاوش وياهم وبلا بلا بلا بلا. انزين فجأة بعدين عقب سنة من هذه الاتفاقية، اتفاقية مع خدمة الاس ام اس، بعد سنة اللي انا مكلمينه اقول له انا عاد متكلمين عن بخصوص وشو انا جايب لي زبون متفق وياه على 1200 او يمكن ازيد العالم والله انا ما ادري. زين اني مسوي لي مشروع برنامج وانا نسبتي في 30%، في 30% يعني حسبها هو قالها لي بعد صراحة كم المبلغ الاجمالي اللي بحصله. قال لي لو بتحصله انت 500 دينار، 500 دينار في مخباك. قلت اوكي حلو 500 دينار ما في مشكلة. هو اعطاني 300 دينار، حلو اعطاني 300 دينار، من 300 دينار باقي لي 200. المهم وانا كل مرة اقول لا بيكلمني خلصت الحين 3 اشهر، خلصت 4 اشهر، خلصت 6 اشهر. غريبة هو متفق ويا الرجال في 3 اشهر بالكثير بالكثير، اذا بيطول 4 اشهر وسلم البرنامج ويستلم بيزاته. وايش رايكم ان انا لا حصلت لا ال200 البقايا ولا، والقهر متصل لي يقول لي اللي هو 300 دينار اللي انا اعطيتك اياها لان انا كنسلت المشروع مع الرجال، فيمبي يبغى شو يعني احسبها من ضمن مبلغ مال البونت اوف سيل. انا في هنا ما رديت عليه، ما رديت عليه، طرش لي واتساب طرش لي مني ما رديت عليه. انا مو موافق هالشي، حتى اذا هو الحين سمعته انا اقول لك ما انا موافق، لان هذا المده طافت. حتى لو الحين اليوم انا اتفقت وياك وانت حصلت البيزات من عنده، بس انت اللي كنسلت العقد بينك وبين الرجال، انت اللي تتحمل المسؤولية، انا ما اتحمل المسؤولية، انا اطالبك بحقي. زين انا اطالبك بحقوقي وهذا حق. زين المهم فهذا الصبي ما يبي لا يدفع البيزات ولا شيء، يعني لو تحسبون 200 دينار، زين قيمة اللي هو البونت اوف سيل نقول 400 دينار، خلنا نقول 400 دينار، انا بقول 400 دينار، اوكي خلنا نقول 400 دينار، 200 و 400 دينار كم صارت؟ 600 دينار. زين 600 دينار وفوقها هذه مال خدمة الاس ام اس 700 دينار، كم وصلت؟ حسبوها انتون تحكمون مو انا اللي احكم. عقد مع الخدمة الاس ام اس بينه وبينه موجود عندي الحين محتفظ به، يعني لا يفكر ان انا شقيته فلتته او ضاع من عندي، لا انا صاحب شركة، انا مدير شركة، يعني اعرف كيف احتفظ بالاشياء. زين فهي موضوع خدمة هذه. انزين في نقطة خليتها لكم في النهاية حتى تصير نكتة تقدرون تستخدمونها كنكتة، لان هي عبارة عن نكتة صايرة صراحة. وش هي السالفة او الموضوع؟ في شهر رمضان او بداية شهر رمضان او قبل شهر رمضان، المهم السنة، زين السنة وش اللي صار؟ اتصل لي قال لي يمبي مال البنفت مالي بيعطيني 200 دينار وبس ما عليه شيء. انا تفاجأت في هالشيء،
بس قلت ما على خلنا نشوف له ربيتين يطلعها من كبده زين، بعدين نحاسبه بالمبالغ الثانيه. اي عندنا قانون وعندنا هذا، بس انا ما ابي العوز فايل على فكره، بيني وبينكم انا ما احب العوز فايل احد زين. فقمت وشو قلت ما في مشكله خله يدفع لي هال 200 دينار. طرشت له بعد 3 أيام من اتصال إلي، طرشت إلى البنفت. ليش طرشت إلى البنفت بعد 3 أيام؟ لأن ده هو جاد بيتصل لي زين، إذا هو جاد فعلا بيتصل لي ويقول لي تأخرت انت على البنفت، وين البنفت بدفع لك حتى لا أضيع من عندي أو حتى لا أصوفها لا كذي. فقال لي وشو، فقلت انا بخلي بعطيه مهله، اعطيته يومين او 3 أيام كذيها. وبعدين طرشت له رقم الايبان زين، رقم الايبان عن طريق البرنامج البنفيت تقدر تطرش الى اي شخص في اي مكان في اي عالم اوكي، عن طريق له الايبان. بس تحصل الايبان تقدر تتبرع، تقدر تدفع، تقدر تعطي، تقدر ما ادري وين زين، تقدر تسدد ديونك عن طريق الايبان. بس تكتب الايبان، مو شرط رقم التليفون، لان احنا اللي عندنا يعني البرنامج مال البنفيت تكتب رقم التليفون يطلع لك الحسابات مال الشخص. انا ما ابي يطرش لي على حسابه بس، لا مش اللي اعطيته انا ايبان مال الحساب اللي لي زين. فهنيها ما شفت منه لا ربيه ولا 5 فلس. احنا اقل عملة عندنا اياها في البحرين، طبعا انا بحريني زين، اقل عملة عندنا اياها 5 فلس، ما في اقل من 5 فلس. لو تدحن ما تحصل اقل من 5 فلس. الاول كان في اقل من 5 فلس اللي هي الآنة، اذا لحقتون عليها وتعرفونها انتم زين. الآنة هذه اللي هي اقل من 5 فلس، هذه اقل عملة الآنة. الحين صارت لا، 5 فلس هي اقل عملة، أقل عملة، أقل عملة بحرينية. المهم فهني هذا الإصبعي لما طرشت له الآيبان مالي إلا يمكن تقريبا بعد ساعة أو ساعتين يمكن مطرش لي مسج على الواتساب يقول لي ما أقدر أطرش إلك، حسابك يقول لي فل. شباب اذا انا اللي عندي اياه الايبان او هذين اللي يعطونا اياه، اذا هم حصاله البنوك عباره عن حصاله تفول الحساب خبروني زين. كان حتى نشيل كم ربيه نوزعها منه ومني، كان شوي يدخل لي بس 200 دينار. هي 200 دينار ما اقدر ادخلها، يقول لي ان حسابي فل. هو قاعد يطنز علي زين، ولا والقهر انه هو اي تي، يقول عن نفسه انه اي تي، احد اي تي يقول كذي هالكلام في دمتكم؟ اي اي تي حمار يقول هالكلام؟ الاي تي يفهمون هذا برنامج. اذا انت ما تقدر تطرش اتصل للبنفيت مالك، اتصل للبرنامج صاحب البرنامج، موظفين اللي يشتغلون تحت البرنامج اتصل لهم. إذا خلال مو من عندهم يمكن من البنك مالك، مو البنك مالي. أنا حتى اتصلت لهم مع البنفيت شوي يعني أبي أتأكد إنه يقول هالمسج هالبرنامج أو لا. قالوا لي لا هذا شكله شيفان. قلت له في دمتك، لاحظ الموظف أنا أكلمه أقول له في دمتك يعني صراحة أنت ما تفهم شو في الآي دي أوكي، بس أنا بسألك يعني واسأل لي رحم الله والدي. قلت له كذيها، قلت له الحين برنامجكم او الحساب البنك يقول فل ما تقدر تدخل بيزاته؟ قال لي لا اوكي. هذا موظف، انا اكلم لكم عن موظف قال لي كذيها زين. عقب يومين كذيها رديت اتصلت للبنفيت ابي اتاكد يعني زين، ما ادري ليش يعني صاير عندي كذي. اتصلت لها كلمتني واحده فسألت نفس السؤال اللي هي قامت تضحك،
الا اقول لها هكتين وضحكتين فهمتين عرفت اجابتك، بس ما يحتاج تجاوبين. اللي هي ساكته، سكتت ما ردت لان اوريدي المكالمه تتسجل عندهم ومحاسبين موظفين. يعني ما ادري انا اللي هو هذا قاعد يماطل، اذا ما تبي تدفع قول انا ما ابي ادفع، ما فيها شيء. بتقول ما ابي ادفع ما فيها شيء، انا ما باجي اضربك على ايدك تعال ادفع، ترى في اللي اقوى منه ولا اقوى منك، في شيء اسمه الله. اذا انت ما اذا انا اذا انت نسيت ربك انا اقول لك، ها اذكركم، اي واحد نسي ربه هاكو اذكره من الحين، ترى في الله يحاسبك على صلاتك على ايمانك على كلامك على ما ادري ايه، يحاسبك على كل خطوه تمشيها كل ثانيه، وايش تسوي انت محاسب عليها. زين يعني اللي ما يصلي يوم القيامة يتحاسب، رب العالمين يحاسبه. قام يماطل هو عند البيزات، قام يماطل ما يبي يدفع، هذا محاسب. زين ما عنده بيزات بس هو يستحي انه يقول ما عندي بيزات، زين انت محاسب، انت اصدق وياي لان اوريدي انا بعد ما قلت اليه صدقوني والله العظيم ما قلت إلي انه يدفع بيزات كاش، ما بيدفع كاش ان شاء الله، لو شهريا يدفع لي جزء بسيط، انا ما ابي ربية زيادة من عنده، ام ببيزاتي ويمشي من كذي. الحين انا ما وياه ولا اعطي افكار ولا اقول اي شيء، حتى هو لما قال لي اذا عندك افكار ما وين، قلت له في افكار واجد بخصوص برنامج بونت اوف سيل، زين او الاستخدامك للبونت اوف سيل هذا هذا الجهاز هذا الكمبيوتر التاتش سكرين، تبي برامج مليان الديره والانترنت مليانين افكار، زين مليانين افكار، واحنا ما نشتغل بس على بونت اوف سيل، احنا عندنا نشتغل حتى على العاب، وان شاء الله راح نبرمج لعبه وننزلها على بلاي ستيشن 4. احنا طبعا اشتركنا ويا عدة شركات، زين بس ما لحد الان ما اعطوني انا اللي هو الاجابة او الوقت المناسب اللي راح نشتغل على اللعبة. طبعا انا راويتهم احد اللي هو تصاميمنا، اوكي ايه راويتهم احد تصاميمنا، سوينا احنا اللي هو بوليس ستيشن، مبنى حق بوليس ستيشن حق اللعبة الجديدة اللي احنا قاعدين نشتغل عليها، في لعبة احنا انا بشتغل عليها، احنا يعني طبعا شركتي ويا اللي هو موظفين وياي راح نشتغل على لعبة. زين هذه اللعبة شوي يعني بتصير حليوة، وان شاء الله احنا اذا جهزنا اول ستيج او بنقول اول ليفل جهزناه راح احط اليكم اللي هو رابط اللعبة تنزلونه وتشوفون اللعبة كيف تشتغل. اوكي هي رقم واحد. رقم اثنين، شوفوا رقم اثنين، انا احب اللي هو اسمع اللي هو اقتراحات اللاعبين. سابقا كنت انا فتحت لي اللي هو برايفت سيرفر راج ناروك وكونكور اونلاين وايش بعد ويو ديمون فلا بالعبدين، يعني قمت فتحتهم وكل اسمع اقتراحات اللاعبين وحاول اطبق الاشياء اللي هم يقولونها، بس ما دام اللعبة الحين هذه اللعبة بتكون لعبتي الخاصة برمجتنا الخاصة، فيعني بقدر ألبي طلباتكم كامل بس إذا كانت مناسبة إلى اللعبة. أوكي
وخليكم الحين هنا، لا تنسون تدعموني بسبسكرايب واللايكات والكومنت، اهم شيء الكومنت، امبي اسمع تعليقاتكم صراحة، امبي اسمع تعليقاتكم بخصوص هذا الشغلة او بخصوص هذا القصة. ونشوفكم على خير وفي امان الله.